حضرموت تدق ناقوس الخطر. ارتفاع في أعداد الإصابات بمرض الحصبة على مستوى مديريات المحافظة، إذ سجلت إدارة الترصد الوبائي في مكتب الصحة العامة بساحل حضرموت 72 حالة مصابة بالحصبة خلال شهر أكتوبر الفائت. للأسف أن معظم الحالات هذه كانت حالات غير مطعمة بنسبة 75%، من 20 حالة 15 حالة هي حالات غير مطعمة، وأكثر المديريات اللي رصدت فيها حالات الاشتباه بالحصبة كانت مدينة المكلا اللي رصدت تقريبا 11 حالة، من 20 حالة تم رصد 11 حالة بس داخل مدينة المكلا. خلال شهر أكتوبر طبعا في معانا زيادة أيضا في حالات الاشتباه بالحصبة، الحصبة الألمانية، حيث رصدنا خلال شهر أكتوبر 72 حالة اشتباه بالحصبة، من بينها 58 حالة غير مطعمة بنسبة 81% من الحالات. وحسب إحصائية مكتب الصحة، بلغت أعداد الحالات المصابة بالحصبة منذ مطلع العام الجاري إلى 960 حالة، الأمر الذي يقلق الجهات الصحية في المحافظة، والتي بدورها نفذت حملة تحصين طارئة في شهر يونيو من هذا العام، وتستعد لتنفيذ حملة تحصين أخرى خلال الأيام المقبلة. نوجه أيضا من خلال هذا المنبر قناة الغد المشرق، نوجه رسالة هامة لكل أولياء الأمور، الآباء، الأمهات، بالحرص على تطعيم أبنائهم واستكمال جرعات التطعيم كاملة بعمر 9 شهور الجرعة الأولى وبعمر سنة ونصف الجرعة الثانية، وأيضا الحرص على التطعيم أثناء الحملات الروتينية. حالات اللي تأتي في المستشفى متفاوتة 30 وأقل قليل، وتأتي ويتم رفع بلاغات على مكتب الصحة بوجود عدد من الحميات ونتيجة كما قلنا زكام وخمول في الجسم وارتفاع درجة الحرارة والتهاب أحيانا في الصدر وعدد من المشاكل الأخرى قد تكون مصاحبة لها أمراض سكر ضغط، فيأتي المريض نتيجة عدوى أحيانا. وتنتشر في المحافظة الكثير من حالات الإنفلونزا الموسمية، خصوصا حمى الظنك والحميات الفيروسية الأخرى، ما يتطلب تكثيف الجهود لمجابهتها. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا.